عبرت الفنانة السورية رشا التقي عن سعادتها بالمشاركة بمسلسل الثمن ووصفتها بالتجربة الممتعة نظراً لتواجدها مع فريق عمل محترف، حيث أدت مشهد فلاش باك لشخصية والدتها الفنانة صباح الجزائري وهي صغيرة. التقي نشرت عبر حسابها على انستغرام مجموعة صور للشخصية اللي أدتها وعلقت: سعيدة جداً بمشاركتي الصغيرة بمسلسل الثمن واللي هو تريندينج هلأ. كان إلي الشرف أني مثلت مشهد فلاش باك لدور سمية واللي عم بتجسده الفنانة القديرة ماما صباح. طبعاً كانت تجربة ممتعة مع طاقم عمل فني محترف جداً. حب أشكر كل القائمين على العمل وللمزيد من النجاح، لأنه العمل فعلاً بيستاهل. خبروني إذا عم تحضروه وشو رأيكم فيه. بعد انتشار فيديو على السوشيال ميديا ظهرت من خلاله أصالة وهي حامل الفيب بكواليس سعودي آيدول، شارك الإعلامي أحمد بن هشام المالكي تغريدة على تويتر ألفية: أصالة نصري فنانة مميزة فنياً، ولكنها ما احترمت الجمهور وما احترمت زملائها باللجنة بتدخين الفيب على الملأ. من المفترض أنه تكوني قدوة أمام جمهورك ويبقى هيدا التصرف مع نفسك بعيداً عن إزعاج الآخرين. للعلم الفيب ما بيقل ضرر عن الدخان ويمكن بيضر أكتر منه. لا ترد أحلام على التغريدة: أعذر مروري تغريدة مستفزة وغير لائقة، وهيدا ما بيقلل من قدرة أخوية، هي إنسانة عفوية وبتحترم جمهورها، وإلا كانت دخنت على الهوى ومثل ما شفت ورا الكواليس. والناس اللي بتتصيد من دون أي احترام لخصوصيتها عيب عليكم، والكل بدخن وهي ما سوت شي عظيم، ولها كل المحبة والتقدير. أصالة صارت بنتنا. طرح الفنان اللبناني زياد برجي برومو الأغنية الجديدة اللي رح يصدرها مع اقتراب عيد الحب كهدية منه لكل العشاق، واللي بتحمل عنوان يا غرام. العمل المرتقب هو من كلمات الشاعر أحمد ماضي ومن ألحان برجي، ومن المتوقع طرح الأغنية هيدا الأسبوع وتحديداً باثنين شباط. الجمهور عبر عن حماسه وانتظاره بشغف لأغنية يا غرام لتكون إضافة جميلة إلى أرشيف زياد برجي الحافل بالنجاحات. قال المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني أنه هو عم بحاول قدر الإمكان أنه يحتفظ برأيه لنفسه عن مختلف الأمور اللي عم تجري على الساحة الفنية، وقال: ما بحب التنظير وما بحب أعطي وجهة نظري بالأعمال المنتشرة على الساحة الفنية، خاصة أنه عدد الأعمال بتزايد مستمر نتيجة التكنولوجيا اللي عم بتسهل انتشارها على اليوتيوب. وأضاف أنه هو ما بيعطي النصايح إلا للأشخاص المقربين واللي بيطلبوا منه وجهة نظره بموضوعية، مؤكد أنه في كتير من الأعمال الجيدة بالعالم العربي، وأكد أنه هو ما بيسكر بابه بوجه أي من المواهب الفنية. لازم الأصوات اللي أنا بتبنيها أنه تمتلك القدرة على التلقي وتتمتع بالمستوى الفني والكاريزما والصوت والالتزام والثقافة. هبة طوجة إجت من البداية فريدة ومميزة وبتتمتع بموهبة كبيرة وقدرة لا مثيل لها على الالتزام. تستعد كل من جوليا روبرتس وجينيفر أنستون للعب دور البطولة بفيلم كوميدي جديد واللي بيخرجه ماكس بارباكو مخرج فيلم بالم سبرينغ، بعد استحواذ أمازون على صفقة العمل من بين العديد من الاستديوهات الشهيرة. وراح يقوم ماكس بارباكو بكتابة وإخراج الفيلم واللي ما تحدد اسمه بعد. وبعد انتشار خبر التعاون الجديد بين الثنائي، روبرتس وأنستون تصدر اسمه الترند العالمي ومحركات البحث على مواقع التواصل. تستعد جوليا روبرتس وجينيفر أنستون لتوحيد الجهود والتعاون في فيلم كوميدي جديد.